صحة العجول الصغار مهمة برشا للمربي، هذاك علاش يلزمو ياخذ الاحتياطات الكل من الأمراض المداولة في الفترة الأولى بعد الولادة. من بين الاحتياطات هذه أن المربي يشرب العجل حبر ما يتولد البي متاع عمه اللي يضمن مناعته، ويتلهي ديما بنظافة الكوري والمحيط الداير به، ويفرق العجول من بعضها حسب العمر، وإذا مرض واحد منهم يلزم يبعدوا عن بقية القطيع باش ما يعديش أخويته. وفي الحالة هذه يتصل المربي في أقرب وقت بالطبيب البيطري في منطقته، وبالطبيعة ما يعطيوش الدواء من راسه، ينجم يضره وما ينفعوش. والمهم زادة إنه المربي يلقح عجوله ضد الأمراض المعدية بداية من 3 وإلا 4 شهور، كما جاء في رزنمة التلقيح اللي تضبطها وزارة الفلاحة كل عام، والتلقيح هذه راهي إجبارية ومجانية. الصحة الحيوانية وخاصة صحة العجول هي رأس مال المربي. سلام دكتور. عسلامة، مرحبا بك. الحمد لله، عايشك. تفضل، منين جيتنا؟ جيتك من معتمدية سجنان ولاية بنزرت. مرحبا. اي عندي بقرة وعجل، عندهم جارية نجوف. بالنسبة ليها وبالنسبة لي الزوزة؟ لا، العجل الأول. باه، بدالو العلامات الاولى تظهر على العجل، بدات عليه بشويه تتطور بشويه تتطور، ان ولات جريان نشوف بالدم. شربت وانا دواء، معناها خديته من الفارماسيه داك، وشريت له شربته. اي لاحظت لي ما فماش تحسن، ما فماش تحسن جمله. دونك العجل اللي جينا قبيله عنده جريان جوف، تبين انه يعاني من نقص، اللي ديزيدراتي، ناقص شويه ماء. عمل الحاجه به انه هو مبطش به برشا 3 ايام وجابه. اهم الامراض التي تصيب العجول لازم نقسموها الى 3 انواع من الامراض. ثم الامراض المتكرره في التربيه، معناها منها مثل مرض التهاب السره والفتق وتعفن الدم. بالنسبة للنوع الثاني هو أمراض الجهاز التنفسي، والنوع الثالث هو الأمراض الهضمية. بالنسبة للأمراض الجهاز التنفسي، ثم أمراض ناتجة عن مسببات فيروسية، ثم أمراض بكتيرية، ثم أمراض فطرية. بالنسبة للأمراض الهضمية يلزم ضمان نقل المناعة من البقرة إلى العجل، والضمان هذا يتأتى من أعطاء الباء العجل في الساعات الأولى، معناها في الثلاثة الأيام الأولى، وأعطاء الباء متاع أم العجل، وأعطاء حليب الأم البقرة هي بيدها لابنها لمدة 10 أيام. هذا بالنسبة لضمان انتقال المناعة من البقرة إلى العجل. بالنسبة للحالة متاعه باش ياخذ مضاد حيوي، ونعاونوه بفيتامينات ومقويات، وحرصي الشديد على الفلاح في الحالة هذه أنه أول ما يظهروا الأعراض على الحيوان متاعه يجيبوا في أسرع وقت، ويتفادى تفادياً تام أنه يعطي دواء من غير ما يستشير الفيترينير متاعه، الطبيب البيطري، ينتلجيها أنه يعيط له ويراقب الحالة، يشوف الحالة ويشخص الحالة ويعطيه التشخيص ويعطيه الدواء. علامات الأمراض التنفسية هي صعوبة في التنفس، الحيوان ينعزل، يرفض الوقوف، ولا خشمه يجري ويكح، معناها هذه العلامات الكل يزمه يتفطن بهم بسرعة باش يمكن معناها الإعلام الفوري للطبيب باش يتدخل يعطيه الدواء اللازم. ثم عوامل يلزم يتفاداها، منهم مثلا أنه يبعد على التيارات الهوائية والتغير الفجئي متاع الحرارة، خاصة في الشتاء مثلا برد قاسي، مع تهيئة التهوية اللازمة للعجل. بالنسبة للأمراض الهضمية، العلامات هي الإسهال، عادة الإسهال يلزم تفطن سريع، يلزم عدم الالتجاء الى المدوات، المربي ما يلزموش يلتجي الى المدوات الرعوانيه، يلزم يلتجا الى طبيب بيطري حتى يتابع المدوات، وحتى يتفادى انه المرض يزيد ينتشر في وسط القطيع نتاع العجول. ولذلك ما ثم اجراءات يلزم يقوم بها المربي، منها انه يعزل الحيوانات حسب العمر، يحط العجول في امكنه خاصه فرديه،
يتعهد بالتهيئة متاع الأماكن هذه بتنظيفها بطريقة مسترسلة. بالطبع الأماكن هذه عندك ورص شروط موجود في النصوص التشريعية يلزم يتقيد بها المربي. بصفة عامة يلزم احترام الرزنامة الوطنية للتلقيح ابتداء من عمر 3 إلى 4 أشهر يلزم يتم تلقيحه، كما يلزم تلقيح الأم وهي حامل عشرة لضمان نقل المناعة إلى العجل عند اقتناء الباء. الصحة الحيوانية وخاصة صحة العجول لها أهمية، لأن العجول كانوا العجول الذكور توفر الاكتفاء الذاتي من اللحوم، بالنسبة للعجول الإناث تمكننا من تغيير القطيع.